أو كما كنا نتحدث في بداية الحلقة على أهمية القوة الناعمة بكاملها وبكافة أشكالها في صناعة الوجدان وفي التأثير على المحيط بيك. فيلم الضيف يحصد جائزة أفضل فيلم سينمائي في مهرجان سومر العراقي. فيلم الضيف لكاتبه الكاتب الكبير والأديب الشهير والسيناريست الجهير أيضا مؤلف الفيلم الأستاذ إبراهيم عيسى. ازيك يا أستاذ إبراهيم؟ أهلا بيك يا أستاذ يوسف. أهلا بيك. إيه يا أستاذ إبراهيم؟ لا أنا يوسف. أنا أقول لك يا أستاذ إبراهيم تقول لي يا يوسف، إحنا متعودين على كده. يا رب يخليك أستاذ إبراهيم. أولا مبروك على الجائزة. الله يبارك فيك ويسعدك يا رب. ويمكن دي مش أول الجوائز ولا آخرها أبدا بإذن الله. بإذن الله. أنا مهم بالنسبة لي مش الحديث بقى عن الجائزة، أنا المهم بالنسبة لي الحديث عن السينما والسينما المأخوذة عن الأدب أو كتابة السيناريو للسينما مباشرة. صحيح. كيف يرى الأستاذ إبراهيم عيسى هذا الوضع في السينما المصرية والسينما العربية؟ طبعا أنا بس عايز الأول أبدأ بالجائزة، لأنه أول ما عرفت بيها عرفت من فريق الإعداد لبرنامجك الرائع، وعشان كده عايز يعني أشكرك وأمتن ليك ولفريقك. ربنا يخليك يا أستاذ. والحاجة الثانية إن أنا سعيد جدا إنه جائزة قادمة من مهرجان العراق. لأن إحنا نعلم جميعا يعني العراق وهي بلد الحضارة العظيمة والثقافة والشعر والأدب والفنون بتمر بمرحلة صعبة للغاية، يعني سياسيا وأمنيا وفي كل الظروف. فلما تتمسك بأنها بتعمل مهرجان السينما وأنها تحتفي بالأفلام وبالفن ويبقى في فنانون عراقيون يعني على هذه الدرجة من التمسك بالوجدان والدور الحضاري للعراق في مواجهة الظلامية والإرهاب والفتن، فده شيء رائع وجميل للغاية. وكمان إنه المهرجان ده نفسه مهرجان كان عطل نتيجة هذه الدورة تحديدا، عطلت نتيجة كورونا وتتأجل سنتين، فيصروا على أنهم يعملوا المهرجان وأن الدورة تعود مرة أخرى وتنعقد وأن المهرجان يبدأ، كأنه انتصار للإنسانية ضد الوباء وانتصار للفن ضد الانقطاع. يعني معاني جميلة وراها مهرجان سوبر. ولما بقى يجي جايزة للضيف بالنسبة لي شيء يضيف لي الكثير يعني، ويؤكد أنه الأفلام الجادة وجودها الجماهيري مهم للغاية، والقبول والرضا والجماهير والإقبال عليها ورد الفعل الجميل اللي حاصل، لكن كمان أيضا النقاد وجمهور المتخصص يحتفي بالفيلم ويسعد بيه ويقيمه تقييم أنه أحسن فيلم في المهرجان، ويحصل مخرجه على أحسن مخرج أو بطله على أحسن ممثل الأستاذ خالد الصاوي طبعا، فده شيء برضه يسعدني للغاية. إضافة إلى هذا كله إن الفيلم معروض على أكثر من منصة، فلما تبقى في أخبار من هذا النوع وجائزة مثل تلك تقدم للفيلم تحفيز للذي شاهده أن يعيد مشاهدته وللذي لم يشاهده أن يشاهده، وده شيء جميل ورائع يصب في اللي حضرتك كنت بتقول يا أستاذ يوسف من شوية فيما يخص دور القوى الناعمة ودور صناعة الوجدان وأهمية الثقافة والفنون والإبداع في مواجهة التطرف والتسلف والتخشب والفتنة والإرهاب. كل هذه الأمور يحاربها بقوة ويواجهها بشدة وبعمق وبتأثير أوسع وأهم الفن. صح. وإن الفن كمان يذهب بقى إلى زي ما حضرتك كنت بتطرح في سؤالك إنه الفن يذهب إلى الأدب وإنه يحتفى بروايات وتقدم إلى عالم السينما، أو يذهب إلى أدباء وروائيين هم اللي اشتغلوا على السيناريوهات ويكتبوها، ده استعادة مهمة للغاية الحقيقة. ويبدو إنه في السنوات الأخيرة السينما المصرية بدأت يعني تستعيد روحها في هذا الموضوع بعد انقطاع بدأ طويل مع الرواية والأدب، لأنه هتلاقي آخر موجة للتعامل مع الروايات الأدبية كمصدر للأفلام، هتلاقي آخر موجة كانت مثلا موجة الأستاذ إسماعيل ولي الدين في السبعينات والثمانينات، اللي هو بقى بأفلام كثيرة من نوع الأقمر وحمام المراطيري والعائلة المسمومة وبيت القاضي، هتلاقي والبطنية، هتلاقي مجموعة أفلام الأستاذ عصام القدوس على ايد في النجمه الكبيره نبيل عبيد لما قدمت مجموعه روايات له في الافلام. مظبوط.
انقطاع بعد هذه الفترة، انقطاع شديد جدا، ربما عادت بقى مؤخرا، وده شيء يحسب ليقظة السينمائيين، يعني انهم يستعيدوا مرة اخرى الرواية كمصدر كبير ومهم. اتمنى انه كمان الدراما التلفزيونية تنتبه لهذا بقوة، لانه الرواية بتحقق لك والادب بيحقق لك البنى من اللحظة الاولى، بيبقى متوفر اليك بناء انت ما تشتغل في ديكوره وفي اعادة بنائه، انما البنى الروائي والادبي يبقى من اللحظه الاولى موفر لصناع العمل بعد كبير جدا وجانب كبير قوي من الاهميه في صناعه عمل فني يصل للناس ويبقى متماسك دراميا وصاحب رساله وقوي وجذاب وجماهيري في الوقت نفسه. الروايه بتوفر جزء كبير جدا من جهد السيناريست، لانه زي ما كنا بنتكلم انه الرواية بتبقى بنية الشخصية وخلفياتها وبنائها الفكري وظاهرها النفسي وما إلى ذلك، وبالتالي بتوفر على السيناريست. فما بالنا لما بيبقى الروائي هو السيناريست، فأصبحت مهمة الإخراج أكثر يسرا، مش بقول سهلة، ومهمة الأبطال في الفيلم برضو أكثر يسرا، ما هياش بمنتهى السهولة. السؤال بقى يخيالي إن ده حقيقي، يعني يخيالي جدا إن ده حقيقي، لأنه بيبقى الروائي بيشتغل وهو راجل بناء بالظبط، عارف يبني شخصياته، عارف يصنع مبرراته، وعارف يقدم حججه، وعارف يعمل للشخصيه منطقها، وعارف يعمل للحوار عالمه. فاظن ان ده شيء يعني زي ما اشرت بالظبط يجعل الامور اكثر تحريضا على الفن والابداع، مش يسرا او سهوله، بقدر ما هو الادوات بتبقى متاحه جدا والدنيا لينه وسهله، يشكلها المخرج بإبداعه والممثل بأدائه بكل بقى السبل اللي بتطلع أفضل ما لديه وأجمل ما عنده. الأستاذ إبراهيم عيسى كما هو قارئ نهم فهو مشاهد سينما نهم، ده أنا متأكد صحيح. وعارف بحكم الصداقة والأخوة يعني، فأنا طبعا عارف يعني أستاذ إبراهيم عادة يقول لك إيه، شفت فيلم كذا، ده أنا امبارح شفت فيلمين حاجات كده يعني. أنا لازم أشوف كل يوم، ده صحيح وده مهم، كل يوم كده ده مهم جدا. هنا انا بقعد افكر مع حضرتك بصوت عالي، هي مساله انه تعود الروايه مره تانية كمصدر للفيلم السينمائي، ده هايل، لكن هي لسه ما رجعتش بالشكل اللي احنا نفسنا فيه، دي واحد. 100% صح. اتنين، وافقك تماما. هو بقى السؤال ليه، هل انا اصلا عندي حركه ادبيه شديده النشاط في مصر، ما هياش خامله ولا نائمه ولا في حاله سبات، خصوصا الفترة الأخيرة يمكن للمرأة أن يسمح لنفسه يعني أن يتكلم من قلب صناعة الوسط ده السينمائي كله يعني نتيجة الخبرة والاحتكاك الأخير. أيوه. يعني هو في مشكلتين اثنين، مشكلة الإنتاج ومشكلة النجم. في العادة المخرج الذي يقود العمل، يعني المخرج بيبقى متحمس لنص للرواية وبعدين يقدمها المنتج، هما الاثنين يتحمسوا فيدوها لنجم أو ممثلين. الحقيقة القصة دلوقتي في مصر حصل فيها حالة من حالات يعني الإعوجاج وخروج عن المنطق الطبيعي في صناعة الدراما، اللي عشان نحلها كلنا لازم نرجعها للأصل، إنه مش الممثل هو الأصل، مش النجم هو الأصل، صح، الأصل هو المخرج، وحماس مخرج بعمل فني بعمل درامي بعمل روائي والمنتج أو المنتج. إنما لما رغبة النجم هي اللي يوافق على أساسها العمل يخرج للنور أو لا يخرج، يتم إنجازه أو لا يتم، دي نقطة مهمة، خصوصا لما تيجي تتأمل حتى نجومنا الكبار. وأنا كنت لسه بحكي للأستاذ نبيل عبيد بحماسها الروائي زي كاتبنا العظيم حسام عبد القدوس، كانت بتسوق العمل كمنتجة مش بس مش كفنانة، وهي تعرضه على منتج، تعرضه على مخرج فيتحمسوا. انما احنا ما عندناش ده، ما عندناش النجم اللي يعني ابن محمود ياسين وابن نور الشريف وابن حسين فهمي وابن عزة العليلي اللي هو ابن احمد زكي، اللي هو ولاد التجربه دي، ولاد المدرسه دي، اللي هو عندهم. شوف هتلاقي من اكثر الناس، يعني لو بصيت هتلاقي هات عمل زي احمد زكي كده، شوف او اقصد قائمه افلامه، شوف كم فيلم عن الروايه. شوف كم عن فيلم عن الروايه. شوف الاستاذ عادل امام، شوف كم فيلم عن الروايه. طب انا هقول لك حاجه غريبه جدا ربما لا يلتفت اليها زملائنا في صناعه السينما.
جميع أفلام المخرج الكبير حسين كمال، وهو من هو طبعاً في عالم صناعة السينما، جميع أفلامه ما عدا فيلم واحد، جميع هذه الأفلام عن نصوص روائية، مأخوذة عن رواية، كلها ما عدا عمل واحد، كلها بما فيها بقى الأعمال ذات الصفة الخفيفة، ذات الصفة الثقيلة الوزن العميقة اللي فيها كل التنوعات، لكن كلها عن الروايات. قول لي أنت مخرج واحد في مصر الآن عنده هذا الشغف اللي عند حسين كمال بالنص الروائي بالروايات. فبقول لك احنا عندنا المشكلة دي، عندنا مشكلة الإنتاج ومشكلة النجم. حماسهم للعمل الروائي فضل بقى على انه زي ما احنا كلنا بنتشكى انه يعني ممكن ما يكونوش بيقروا كويس، ممكن ما يكونوش متابعين اللي بينشر، رغم الحجم اللي حضرتك اشرت اليه من انتاج روائي متدفق في مصر. زائد كمان عندنا كلاسيكيات في الروايات العربيه والمصريه تحديدا، كلاسيكيات تشكل كنوزا. صح. بس برضه لا احد يعني، شوف قول لي كام روايه اتاخدت لفتح غانم في السينما او دراما. يعني كم روايه وقصه للاستاذ زاهي حقي، كم روايه وقصه للاستاذ رحول الشرقاوي. لا احنا ممكن حتى الكلاسيكيين، حتى ادبائنا الكبار لا يزالوا يعني نبعهم غني جدا للعطاء السينمائي، لكن الالتفات الاهتمام. عشان كده اتمنى ان منصه زي واتشن بكل بقى يعني من رسالتها الوطنيه انها تنتبه للكتابات الكبيره للمؤلفين العظام، وتتعامل هي كمنتج، هي صاحبة المشروع، عايزة روايات دكتور يوسف إدريس، عايزة مسرحيات دكتور يوسف إدريس تتحول إلى أعمال تلفزيونية للمنصة، عايزة شغل الأستاذ يحيى حقي، عايزة الأعمال اللي متقدمة مؤخرا في السوق الأدبي نقراها ونطلع منها روايات وأعمال تستحق أن تكون دراما، خصوصا دلوقتي بقى عندك متنوع، عندك ممكن تشتغل منصات دراما، ممكن تشتغل سينما. صحيح. يعني انا اتمنى ان يبقى ده في ذهنيه المنتج، خصوصا المنتج الوطني. يعني هل في عوامل تبقى متوافره في الروايه وبناء عليها تثير الحماسه لتحويلها الى فيلم سينمائي، او عوامل اخرى بتخليها تفضل في اطار الروايه ولا تصلح للعمل السينمائي؟ صحيح، في روايات لا تصلح للعمل السينمائي، وفي روايات مرهقة لو حولناها لعمل سينمائي، لكن أغلب الروايات تصلح، هي عبارة عن قصص وحكايات بصرف النظر عن طريقة السرد. السرد ده هو السرد الروائي، ممكن ما يتحول إلى سرد سينمائي. لكن أنا برضو أدعو كل الزملاء إنهم مثلا يقروا اللص والكلاب للأستاذ نجيب محفوظ ويتفرجوا عليه فيلم الأستاذ صبري عزت اللي كانت في السيناريو، يقروا مثلا صرصرة فوق النيل وبعدين يتفرجوا عليه فيلم الاستاذ ممدوح الليس. لا طبعا السينما تضيف، والسينما يعني تضفي جمالا وابداعا اضافيا على العمل، وتستطيع انك تاخد من العمل ما تريد. يعني انا بقول انه عندنا كنز تاريخي اسمه الثلاثيه، استاذ حسن الامام افلامه الثلاثه بين القصرين وقصر الشوق والسكريه عن ثلاثيه نجيب محفوظ. عدد اللي اتفرجوا على ثلاثيه حسن الامام هي بالتأكيد أضعاف مضاعفة من اللي قرا الثلاثية الأستاذ نجيب محفوظ نفسها. قطعًا. ثم اكتساب الصفة الشعبية الرهيبة، يعني إحنا أستاذ يوسف كلمة السيد دي معمولة كأنها مثل شعبي، هي أصلًا فيلم. فيلم. ست أمينة ده فيلم على فكرة. صحيح. مش مثل شعبي، يعني شوف السينما تستطيع أن تصنع أنماط وأصول كده درامية في الحياة. لما بشوف انا مثلا معالجة السينمائيه للاستاذ توفيق صالح اللي كان عاملها للثلاثيه وما ظهرتش وسحب منه المشروع استاذ حسن الامام، بلاقي طريقه ثانيه تماما في المعالجه. يعني بلاقي الاستاذ توفيق صالح في المعالجه وهي منشوره في احد الكتب التذكاريه عن الاستاذ نجيب محفوظ والسينما، بتلاقي معالجة توفيق صالح وهو مخرج عبقري وكبير يعني طبعا قايمه على ان البطل فهمي. فهمي هنا هو صلاح أبيل في الفيلم عشان نفكر الناس بيه، يعني الابن اللي مات في 19. بينما المعالجة اللي قدمت على الشاشة البطل السيد عبد الجواد نفسه. صح. شوف معالجات مختلفة ازاي تقدر حتى النص الواحد. شوف كم رواية لشكسبير، كم مسرحية شكسبير، روميو جولييت مثلا اتعملت كم 100 مرة
في الافلام وفي السينما وباكثر من معالجه بعشرات المعالجات طبعا. شوف شوف انت يعني عطيل، شوف كل العمال كلير، يعني ما كلير ده تلاقيه في السينما المصريه الملاعين اخراج احمد ياسين، تلاقيه دهشه في التلفزيون الاستاذ شادي الفقراني. أيوه. يعني هتلاقي عشرات التجارب من نص واحد. ويا سلام بقى لو النص ده بنتكلم على نص نجيب محفوظ لطه حسين، يعني بنلاقي حاجه مختلفه جباره يعني. وخلق المعالجات الحديثه للكلاسيكيات زي ما حضرتك ذكرت، مسرحيات ويليام شكسبير اتحولت لمعالجات سينمائيه حديثه بل شديده الحداثه. صحيح. على شاشه السينما او في افلام انتاج منصات اخرى. طيب صحيح، وانتاج كمان لروميو وجولييت بمنصه الاصلي. صحيح. تاريخها القديم بازيائها برضه اتعمل اكتر من مره. يعني لسه في فيلم عطيل اللي دينزل واشنطن ببطولته يعني يتدرس يعني يعني بكل برؤيه تاريخيه لكن بطريقه اخراج وسرد مختلفه وهكذا. ده اللي اقصده يعني انه الروايات زي ما حضرتك بتتكلم والعمل الادبي يوفر كنز دائم، حقل بترول لا ينضب، حقل غاز لا ينضب للترطيب والخروج منه بكنوزه. طيب هنا ده هياخدني على مسألة أيهم أكثر تأثيرا، الدراما على التلفزيون ولا السينما في صالة العرض أو حتى على المنصات؟ هو عموما كل ما قاله إلى التلفزيون أو إلى المنصة، يعني حتى الفيلم بكل أعلى الأفلام إيرادا وأكثرها جماهيرية، يعني بيدخلها في مصر مثلا 250 ألف واحد، لو اعتبرنا ده أعلى فيلم إيراد يعني هتلاقي 250 ألف تذكرة تقريبا. دول طبعا حصه مشاهدين لمده يعني اقل من يوم في اي شاشه تلفزيونيه يعني طبعا. فكل ما قالوا يعني احنا ابنائنا مثلا ما شافوش شيء من الخوف على شاشه السينما، شافوه على شاشه التلفزيون. صحيح. احنا شخصيا يعني ما لحقناش افلام كثيره رد قلبي على الشاشه، لا لحقناها على على التلفزيون. اذا كل ما قالوا الى الوسيط التلفزيوني والمنصه، فانا ما بزعجش خالص من انه الافلام تتعرض على المنصه، انما طبعا السينما لها حضورها ولها اهميتها ولها سحرها، وما فيش وسيط لغى الثاني ابدا يعني، لا التلفزيون لغى الراديو ولا السينما اتلغت من الاذاعه ولا يعني كل وسائط تكمل بعضها، لكن السينما تظل ان دي حتى مش بس يعني انت بتروح تتفرج على الفيلم بتروح تصنع الذكريات، المشوار ده نفسه بتعمل نزهه نفسيه وترفيهيه، وهي تخش الفيلم وتتفرج عليه وتشوفه فتحتفظ بذكريات. شفت فاكر لما شفنا الفيلم ده مع بعض في السينما مش عارف ايه وحصل ايه، فالسينما صانعه للذكريات ايضا، يعني مشوار السينما مش بس فيلم السينما، لكن فيلم السينما بالتاكيد والمشاهده في شاشه العرض الكبيره بما فيها بقى من اثار الجدل والنقاش ومشاهده جماعيه، المشاهده الجماعيه دي حاجه مهمه جدا يا يعني. انا كان لما بتفرج على فيلم مولانا في قاعه العرض الجماهيريه اللي في السينما والاقي التسقيف مره واحده او الـ الضحك دفعه واحده، تلاقي في 300 واحد بيضحك، في 500 واحد بيسقف، دي مش حاجه قليله، بتدخلك في احساس مسرحي يعني وكانه النجم على خشبه بالظبط كده، تفاعل جماهيري حي. طيب استاذ ابراهيم، هل فكرت يعني مش كل الناس عارفة أن الأستاذ إبراهيم عيسى واحد من أعتى وأكبر وأعمق الساخرين؟ هي الضحكة دي بتقول صح. وسخرية شديدة من كل شيء يعني. فأنا دايما أقعد أفكر أستاذ إبراهيم ممكن يكتب لنا رواية أو فيلم ساخر بكل ما يحمله من عمق السخرية بالمناسبة، يعني برنارد شو كان بيكتب السخرية بمنتهى عمقها. اتمنى والله لو في منتج متحمس يلا نعمل فيلم كوميدي، يعني اظن انه ممكن يبقى مختلف يعني، او على الاقل في حده الادنى يبقى كوميديا فطين عبد الوهاب يعني وسعد الدين وهبه، اتمنى يا ريت تبقى كوميديا مصريين مش كوميديا القلش. بالظبط، ما ده غرضي من السؤال بصراحه. يعني ده غرضي من السؤال ان احنا هو الافيه والكوميديا تحولت الى الافيهات يعني الشات والحاله السوشيال ميديا، وده مساله يعني
يعني تراث الكوميديا في مصر تراث عظيم جدا، تراث هائل، والروح السخرة في المجتمع المصري روح حضارية، الفكرة فما ما جاتش ينفعش على بالك تفضل. طيب؟ والله جت على بالي كتير، لكن طول الوقت يبدو انه ما يغري المنتجين معايا هو الافلام المثيرة للجدل اكثر من الافلام المثيرة للضحك. طب ما احنا هنقدم لهم وانما فيلم هو لا ساخر يخلو مثير للجدل برضه. لا تخلو اعمالي من الضحك بطبيعة الحال، لان انا ما اعرفش اشتغل من غير وهو في النهاية الروح. مع حفظ الألقاب يعني، وهو إبراهيم عيسى أما هيكتب فيلم ساخر مش هيبقى مثير للجدل، ما هو برضه هيبقى مثير للجدل وهتتوجه السهام وما إلى ذلك، ده طبيعي. والله يا استاذ يوسف مثير للجدل احسن من مثير للدجل. طيب فلتثير جدلا بسخرية بقى علشان نواجه الدجل بلا سخرية، أصل إحنا صحيح كمان عندنا الدجل ده متقيل. جدا يا ساتر. أستاذ إبراهيم مبروك ده على الله يبارك الجايزة، فيك حبيبي، وشكرا على المكالمة وعلى ده انا الحديث اللي ممتن المستفيض. للاهتمام ولكرمك لا وللحوار العفو، الجميل العفو ده. العفو، أنا أتشرف اشكرك أتشرف جدا أستاذ يا إبراهيم، ساتر، كل الشكر شكرا. ليك كاتبنا الكبير وأدبنا والسيناريست الكبير أيضا أستاذ إبراهيم عيسى، كان معنا في حديث يمكن يكون شوية معقول في مدته عن السينما. أتمنى إن احنا نجري حوار أكثر اتساعا في وقت من الأوقات لما وقته يسمح بإذن الله. أنا عارف إن أستاذ إبراهيم بالمناسبة من الناس اللي يومها منتج، يعني ما شاء الله تاتش وود، من الناس اللي عندها تنظيم وقت مذهل مذهل، يعني يصحى من بدري وتلاقي الوقت عنده منتج جدا. فيعني اتمنى ان احنا مره نجري حوار اكثر اتساعا من كده جوه الاستوديو ان شاء الله ربنا يسهل.